انا اسمي ياسمين احمد، لو سمحت مصطفى قال لي كله روح لوحدكم وهتتحسب وضع عيال. قلت له انا مش فاهمه يعني ايه وضع عيال. قال لي الوزاره نزلت لكم بند 5 انتوا وضع عيال. قلت له طب يعني ايه؟ قال لي يعني تشتري الارض من اول وجديد بسعر النهارده. قلت له يعني ايه ارضي بسعر النهارده؟ يعني انا ارض شاريها من 25 سنه، لو الفلوس اللي انا كنت دفعتها من 18 سنه لو كنت اشتريتها بيها شقه تمليك ساعتها كانت عملت فلوس النهارده. تقول لي ازاي وضع يد؟ قال لي مالكوش حل تاني وعشان يبقى من الاخر. قلت له طب الحل ايه؟ قال لي مالكيش حل عندنا غير تروحي تدفعي قضايا على الحكومه. موظف الحكومه بيقول لي روحي ارفعي قضايا على الحكومه عشان تاخدي ارضك. وقعت ومشيت ما عرفتش ارد. انا اول مره اعرف هنطق قدام الناس لاني ما قدرتش انطق وما عرفتش ارد. خرجت من الجهاز على مستشفى القلب، جات لي ازمه قلب. انا بقول دلوقتي كل اللي عايزاه انتوا طمعين في ارضي، ادوني ارضي، مش عايزين تدوها لي، وانا مش قد ان انا ادفع مبلغ تاني. ادوني تعويض طيب، ادوني شقه اجوز فيها ابني، ادوني اي حاجه، لكن بعد غربه وبعد شقه وبعد 18 سنه صبر تقول لي هاخد الارض كده؟ انا لو كنت حراميه، انا لو كنت اي حاجه في الدنيا كان هيبقى في استثناء ليا، لكن ده ما يرضيش ربنا. وفي زي كتير، وفي اصحاب شركات ربنا ينتقم منهم بفلوسنا عاملين محلات ذهب، واحنا الناس الشقيانه نداس تحت الرجلين. احنا هنا مش عارفين ناكل العيش الحاف. انا ما بطلبش كتير، انا بقول ابسط حقوقي. انا مش قد كده الفلوس اللي انتوا عايزينها. ادوني شقه اجوز فيها ابني، ادوني اي تعويض. عايزين ارضنا، عايزين ارضنا، عايزين ارضنا، عايزين ارضنا شقه عمرنا.